سؤالي لو جميل. تكرمت، كل مرة رواية وزارة الداخلية بأنها قتلت إرهابيين وأنه لا إصابات ولا حتى قتل في الطرف الآخر. جميل. لما أقول أن الشرطة أيضا ينطبق عليها حقوق وحريات، أعتقد أنه من يرفع السلاح في وجه الشرطة لما يكونوا ثلاثة من ضمن الخلية المتهمين، كانوا من ضمن الخلية المتهمة بمحاولة قتل مفتي الجمهورية. ده الضيف يكمل كلامه ونرد عليه. تفضل كمل ست اليوم. تفضل. إذا كانوا الثلاثة دول من ضمن عناصر إرهابية كان متهمين في الخلية بمحاولة. أستاذ سليم لو سمحت، هو بيتكلم بيقول إيه ده؟ لو سمحت يا سليم، يا سيادة اللواء اتفضل أكمل كلامك وأنا سأرد على هذا السؤال. هو بيشجع الإرهاب، هو إرهابي زيهم ولا إيه؟ لا أنت إرهابي وأديرك إرهابي. أستاذ سليم، أستاذ سليم عذرا على أنت عيل فاشل. لا أستاذ سليم لو سمحت، لن أسمح. لو سمحت فاشل وقليل الأدب. لا يا أستاذ سليم، استاذ سليم لا اسمح بهذا الكلام بعد اذنك. الله تعالى شوف يا انا سارد عليه. الله ترد عليه ازاي؟ لو سمحت يا سليم، لو سمحت يا ارهابي. سيادتي اللي هو مجد الشاهد، ارجو العيل التافه ده بيقول ايه يا استاذ سليم؟ لا معذرتك، بيقول ارهابي يا استاذ سليم. هنا ندير حوار موضوعي لو سمحت. ده حوار موضوعي استاذ. سيادتي اللي هو مجد الشاهد، انا اعتذر لك له ايه؟ اعتذر لك عن هذه الالفاظ وارجو ان تكمل معي. انت هارب من العداله يا استاذ. انا لا اسمع يا ارهابي. لو سمحت يا استاذ سليم، يا ارهاب انت يا استاذ سليم. سيادة اللواء مجد الشاهد، أرجو أن تجيب على تساؤلي. قتل يا فشلة. سيادة اللواء مجدي، قتل يا قاتل يا إرهابي. يعني هذا الحوار يا أستاذ سليم، أستاذ سليم هذا الحوار بهذا الشكل لا يعطي معنى. كلمه لو سمحت. لو سمحت نحن لسنا في مسبة. لو سمحت نحن لسنا في مسبة. سيادة اللواء يا سيادة اللواء خليك معايا. أرجو أيضا أتحفظ على الألفاظ الواردة من الطرفين، وأرجو أن تجيب على تساؤلي بكل موضوعية لو سمحت. لو سمحت وتخليني على التليفون معاك علشان لو تلفظ باي لفظ انا مستمع. ست اللواء جماعه لو سمحتوا ارجو رفع الصوت قليلا، ارجو رفع الصوت قليلا لو سمحتوا. لو سمحتوا سياده اللواء، سياده اللواء، سؤالي الان سياده اللواء بعد انتهاء المكالمه يا سياده اللواء، سؤالي الان وهو هذا التقرير، تقرير الطب الشرعي الذي جاء بانه هبوط في الدوره الدمويه للثلاثه، يعني كيف ترى تقرير الطب الشرعي هبوط في الدورة الدموية للثلاثة تم قتلهم بالرصاص، كيف ترى ذلك؟ أرى إيه؟ أرى تخريف، أرى تخريف من الأفند اللي قاعد. لو سمحت يا سيادة اللواء، لو سمحت الطب الشرعي، سيادة اللواء أرجو أن تجيب على سؤالي، أرجو أن تجيب على سؤالي. الطب الشرعي قال بأن هؤلاء ماتوا بهبوط في الدورة الدموية، كيف ترد على هذا التساؤل؟ الداخلية قالت انهم قتلوا بالرصاص. ارد على ايه؟ هو في طب شرعي بيطلع تقرير في اليوم نفسه؟ هو في طب شرعي؟ امال تم تحليل ازاي يا سيادة اللواء؟ والتشريح بياخد 15 يوم يا سيادة اللواء. سيادة اللواء، هل يتم دفن انسان بدون تقرير طب شرعي وتشريح؟ تم دفنهم اليوم، اذا كنت انت حضرتك مش معانا الجنازه كانت منذ قليل، يعني معناه طب شرعي. اجاوبك، اتفضل. اجاوبك، استناني. اتفضل اجاوبك. اتفضل. يتم التشريح ويتم التصريح بالدفن بعد ما اخد عينات من الجثه وحل الانسجه، تاخد تحليلها اسبوع وكتاب التقرير على الاقل اسبوع، ثم لجنه ثلاثيه ما يتعملش تقرير الا من 15 ل 21 يوم، يعني بصرح بدفن الجثه ولكن التقرير لم ينتهي والتحليل لم ينتهي، انما بقى من وحي خياله. سياده اللواء لو سمحت، من وحي خياله وركب تقرير. اليوم اهالي هؤلاء القتلى قالوا بانهم استلموا تقرير الطب الشرعي، دول اهالي القتلى قالوا منذ قليل معي على الهواء. اتفضل. هو الطب الشرعي بيسلم تقارير للاهالي؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ دي معطيات كلها غلط. الطب الشرعي بيرد على النيابه، وعشان يوصل للنيابه جوابه ما ياخدش في البوست اقل من يومين ثلاثه. طيب. مين اللي بيقول الكلام الفاضي ده؟ سياده اللواء، انا هقول لحضرتك نقطه ثانيه وارجو ان تجيبني. اليوم انا معايا على الهواء بلاغ من ولي الامر او من اخ احد القتلى، تم الابلاغ عن بلاغ النائب العام زائد بلاغ عبر البريد، الاثنين موجودين سواء عبد الرحمن جمال او محمد سيد، الاثنين تم الابلاغ عن غيابهم وانهم في حوزه الشرطه منذ اشهر. الداخليه امس قالت انها قتلتهم، يعني الان كيف ترد على هذه المفارقه؟ ناس موجودة في أمن الدولة أو موجودة لدى الأمن، وامبارح الداخلية تقول هي قتلتهم في شقة، كيف ترى هذا؟ أنت سيادتك بتاخد من أقوال. لا أنا باخد من ورق مش من أقوال، أنت حضرتك بتتكلم من أقوال. أسر أنا معايا صورة من بلاغ النائب العام يا سيادة اللواء لعبد الرحمن جمال، أهو مكتوب عبد الرحمن جمال أخوه محمد جمال عامل بلاغ للنائب العام ومقدمه باختفاء أخيه
منذ شهور وأنه موجود لدى الأمن. الحاجة الثانية، معايا صورة من تلغراف اختفاء قصري للسيد محمد سيد حسين زكي، أيضا والده بعته أمامك على الشاشة. احنا بنتكلم بالورقة ست دول. أنا عاوز حضرتك كمواطن مصري، يعني في لحظة ما سيادتك كمواطن مصري تقول لي على هذا التعليق، يعني ليس كلواء. أرد عليك، أرد. الناس دي أسرهم بتبقى عارفة أنهم إرهابيين، فبيبلغوا قبل أي عملية بفترة طويلة أنهم مختفيين، ويعيدوا ويكرروا تاني بلاغات. لكن المهم قرارات النائب العام كانت إيه؟ كان قايل فيها هم فين؟ لأن هم عارفين أنهم إرهابيين، يعني حضرتك ياخدوا احتياطاتهم، بياخدوا احتياطاتهم الأول عشان محاولة لما يحصل شيء يوم يبعدوا عن نفسهم التهمة، زي اللي متاخد قضية مخدرات أهله يلحقوا بعتوا تلغراف. دي حاجات كلها معروفة ومفهومة، زي ما قالوا أهلنا مختفيين، وردت وزارة الداخلية على الكشف تحول الإنسان وقال لا مش مختفيين، ده مسافرين في داعش بره.